انا دكتور علاء قنديل، استاذ علاج الاورام من كليه الطب جامعه اسكندريه. بكلم حضراتكم النهارده عن موضوع الاورام. اعتقد ان هو موضوع ابتدى يبقى ياخد كتير من انتباه الناس. اهم حاجه في الاورام ان نتعرف انها قابله للشفاء. انا اقصد بالاورام الاورام الخبيثه او السرطان، على عكس ما ناس كتيره متصوره. الاورام لها علاج، سواء بالجراحه او بالاشعه او بالعلاج الكيميائي. نسب الشفاء زادت جدا في الفترات الاخيره. مهم جدا جدا ان اي مريض او مريضه يتم اكتشاف الورم عنده بدري عشان يبقى فيه نسبه شفاء عاليه ونجاح للعلاج. طبعا ده مهم جدا، والاهم منه كمان يبقى فيه دايما كشف مبكر عن الاورام. بمعنى السيدات يجب ان يقوموا بالكشف الدوري عن الثدي وعنق الرحم، والرجال يقوموا بالكشف الدوري عن اورام البروستاتا، وده من غير ما يكون عندهم شكوى، وده يعني فحص خاص بواسطه طبيب متخصص واجراء اشعه للثدي اللي هي اشعه الماموجرام، وتحليل للبروستاتا اللي هو البي اس اي. ده بيضمن اكتشاف الاورام في مرحله مبكره جدا، وبالتالي نسبه الشفاء بتبقى عاليه جدا، اكثر من 90 ل 95%. العلاجات النهارده بقت متقدمه جدا، سواء العلاجات الجراحيه، العلاج الاشعاعي اصبح علاج تقني عالي جدا ثلاثي الابعاد، وبيضمن للمريض ان ما يبقاش فيه تاثير للخلايا او الاعضاء السليمه، فقط لمنطقه الورم. كمان العلاجات اللي هي الكيميائيه تطورت بشكل كبير جدا، والعلاجات اللي بتعالج الاثار الجانبيه تطورت ايضا بنفس الكلام. ده اضافه للعلاج الهرموني والعلاج الموجه اللي هي اعطت نسب شفاء اعلى بكتير جدا في كثير من الاورام، وحديثا جدا العلاج المناعي اللي هيبقى له دور كبير جدا في السيطره والتحكم في نمو الخلايا الخبيثه في الاورام. شكرا جزيلا لحضراتكم.